ايه ده؟ جبتيه منين ده وازاي؟ ايه ده؟ في حاجة؟ انتي عارفة ده سعره كام؟ مين اللي هيديكي هدية زي دي وليه؟ وانا مالي بسعر؟ هدية وجاتلي خلاص خلصنا مالي؟ لا ما خلصناش، اللي تقبل هدية غالية بالتمن ده يبقى اكيد دفعت تمنها وغالي قوي، ولا ايه؟ انت عايز توصلي لايه بالظبط يا رحيم؟ حطاني في دماغك قوي كده ليه؟ ولا عايز تعملي عليا صحفية وبتدوري على أسراري؟ وفين؟ في دلابي كمان؟ مش لاقي عليكي خالص. ولا تكونيش زعلانة مني عشان قلتيلي عايزة أشتغل في المحطة وأنا قلتلك ما ينفعش. أنت عارفة إيه اللي يليق عليكي؟ شغل البيوتي سنتر وبس. على فكرة أنت أكتر واحدة في الدنيا دي أنا مش عايزة منها أي حاجة، اللي هعوزه هعمله بنفسي، بس للأسف كل شوية بتصدميني بمصيبة شكل. انا معرفش انت عايزه توصلي لايه ايه، وليه بتفرطي في نفسك بالسهل قوي كده؟ افرط في نفسي؟ هو انت فاكره كل الناس زيك ولا ايه؟ هو اللي بينجح وبيكبر بيبقى بيفرط في نفسه؟ ايه الجو ده؟ انت عارفه كويس قوي ان انا مظلومه واني ما عملتش اي حاجه. ولا هتعملي، فشلك ده بتاعك انت، انا ماليش علاقه بيه، حليه بقى بعيد عني. انتي فاهمة؟ ما هو كله من وساختك، راح تقول للولية ساعتين في الأوضة، هي دي دخلة ولاد الأصول؟ هي حكيت لك فانت جات نقرزيني، صح؟ يا طيب، يا طيب، ده أنت طول عمرك طيب، ما تنساش إن ده عيل صغير. العيل الصغير اللي بتتكلمي عنه ده كان هياخد عمري، على الحرام من ديني لو قدامي دلوقتي، لكن مطر رقبته. يخرب بيتك ويخرب بيت سنينك بعد الشر، هو أنت إيه يا أخي؟ مش هي دي نصرة اللي روحك فيها؟ مش هي دي اللي كنت بتستمناها؟ كانت. قبل ما تسوق عليها الهوا روحي بقى يا اختي وقولي لها ان حماده الطاير ما بيسيبش حق وان ابنها ده هيوحشها. ليه بقى؟ كنت عايزها تطوعك ولا ايه؟ يا لهوي، ده لسه لما ابو خريس يجي شوف الغز منين واستلقى بالجنب التاني. على الطلاق انتوا نسوان ناقصه ودماغكم معجله. يا بنت انا كنت بعمل كده جس النبض بس، كنت عايز اعرف سكتها ايه؟ شمال ولا يمين؟ وعرفت؟ يمين ان شاء الله، يمين. استلقى وعدك بقى.